لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، بعد التحية أطلعنا على آخر مستجدات المؤتمر وأيضا ماذا ترى في الأفق من التفاعل والناخبين؟ خالص التحية لك هاجر وللسادة المشاهدين. اليوم الأول من هذا المؤتمر، المؤتمر الديمقراطي الذي يعقد كل 4 سنوات ليقدم المرشح لاختيار الحزب للانتخابات الرئاسية. ولكن هاجر، في هذا المؤتمر تحديدا حدثت اختراقات كثيرة للبروتوكول الخاص، وهو ما تفضلت به بأن تتقدم كاميلا هاريس. كان من المفترض أن تظهر في اليوم الرابع بكلمتها، ولكنها كسرت البروتوكول وظهرت في على يعني المسرح في اليوم الأول. أيضا كان من المفترض أن يختار الحزب في هذا اليوم، يختار كاميلا هاريس، ولكن الحزب قد اختار كاميلا هاريس بالفعل قبل بدء المؤتمر بالاقتراع الإلكتروني. انتهى اليوم الأول بكلمات عدة، أهم هذه الكلمات كانت كلمة جو بايدن والذي أيد كاميلا هاريس، والذي أيضا استعرض الكثير من القضايا التي قامت بها إدارته من حيث الاقتصاد الأمريكي ومن حيث الصحة ومناطق عدة في إدارته للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد على أن كاميلا هاريس هي الامتداد الطبيعي أن تكون هي المرشحة للحزب، وأنها باستطاعتها أن تهزم دونالد ترامب. أيضا كانت كلمة هامة لهيلاري كلينتون، والتي أيضا أيدت فيها كاميلا هاريس وسخرت من دونالد ترامب، وقالت بأنه هو الرجل الوحيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية ويحمل على عاتقه 34 قضية جنائية. نعم، أشكرك.